مساء الخير. طقس ربيعي حار عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بمعظم الدول العربية ودرجات حرارة منخفضة وتساقط أمطار ببعض الدول الأوروبية. طقس متناقض لمثل هالوقت من السنة. الحرارة بلبنان مرتفعة خصوصا بالمناطق البقعية، رطوبة مرتفعة على ساحل البحر المتوسط، موج وحرارة مياهه 27 درجة. ليلة طقسنا دافئ مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل وحار بالمناطق البقعية مع نسبة رطوبة عالية على الساحل، واللي عم بتسبب بتكون ضباب كثيف على المرتفعات. لبكره الخميس طقسنا صافي مع ارتفاع اضافي بدرجات الحراره ممكن تتخطى 30 درجه على الساحل بساعات الظهر و33 بالمناطق البقعيه، على انه تعود الحراره الى معدلاتها السنويه بدءا من مساء الجمعه المقبل مع انخفاض تدريجي بدرجات الحراره. نبقى بجوله على درجات الحراره اللي رح تسجل الليله على الساحل 25، على المرتفعات 20، بالبقعة 16 وبالأرز 11 درجة. نبقى بجولة تانية على درجات الحرارة اللي رح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية، رح ب 29، التل 31، 24 بأنوبين العقورة 25 درجة، عرسال 34، كفر دبيان 24، بعبدات 29، أرز الشوف 26 درجة، ودير الزهراني 31. الرطوبة بتتراوح بين 50 و75%، حرارة سطح الماء 27 درجة، وسرعة الرياح تتراوح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة. الرياح عم تكون شمالية غربية. كيف رح يكون الطقس لبكرة واليومين يلي جايين؟ نهار الخميس بتتراوح بين 25 و32 درجة، بتبقى للجمعة مع 25 و32، ونهار السبت بتتراوح بين 24 و29 درجة. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. نبدأ الجولة مع الكويت و 48 درجة، القدس 33، القاهرة 42، الجزائر 26 درجة، ومننهي الجولة مع روما 30 درجة وباريس 23. وهون بنكون وصلنا لنهاية نشرتنا الجوية.